فضيلة الشيخ، يقول السائل: سبب الطلاق أن الزوج دخل البيت ولم يجد زوجته فغضب عليها، وقرر الزوج في نفسه أنه مطلقها طلقة واحدة من غير أن يتلفظ بالطلاق، ثم بعد يومين قابل عم الزوجة فقال له: إني طلقت بنت أخوك، ويقول أنه في نفسه أنه مطلقها طلاقا لا يرجع إليها أبدا في ذلك الحين، طلاق شرعي يعني، ثم عاد عن رأيه بعد ذلك. هذا يراجع المحكمة، عليه أنه يبادر بمراجعة المحكمة الشرعية، هو ولي المرأة، يذهبون للمحكمة والمحكمة تنظر في هذا الواقع وتعطيهم إن شاء الله الحكم الشرعي. نعم.